بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه كوميك جلاسيس مذكور. اليوم وصلنا للتمرين رقم 7 بالنسبه للبوداج. من بعد ما شفنا كيفاش كنديروا نحولوا من واحد من واحد الباز، يعني دي سي من واحد الباز بينير هيكزا ديسيمال اوكتال للديسيمال. دابا نشوفوا العكس، من الديسيمال نحولوا للبينير، من الديسيمال نحولوا للاوكتال، من الديسيمال نحولوا للهيكزا ديسيمال. إذا التمرين 7 قال لك كونفيرتي شاك نومبر ديسيمال اون بينير، يعني نحولو من ديسيمال لبينير. إذا نشوفو كيفاش غنديرو نحولو من ديسيمال لبينير. غادي نبداو بـ أ. شنو هو أ؟ هو 3 5 2 9 سيستيم ديسيمال. حنا غنحولو لبينير، كي غنديرو نحولو لبينير كاين واحد الطريقة. لبينير البينير شنو يعني الباز ديالو؟ فيه جوج ديال البينير، شحال فيه ديال روموس؟ فيه جوج ديال روموس. اذا هنا عادي نمشي ونبقى نقسم على جوج، حيت هنا غيخرج لي الباز فيه جوج. اذا غنمشي هذا العدد عنبقى نقسمو على جوج، صافي غنمشي هذا العدد عنبقى نقسمو على جوج. اذا 3000 ولا 3 5 2 9 اللي هو 3529 غنقسمو على جوج. نحسبو بالآلة الحاسبة نشوفو واش كيتقسم على جوج ولا مكيتقسمش على جوج. اذا هنا فيه الحاسبة 3529 إلا قسمناه على جوج شحال كيعطينا 1764.5. إذا هنا عندنا 1764. نشوفو هنا ملي كنضربو في 1764 أش كيعطينا؟ 1764 غنضربوها فاش بجوج؟ 1764 ملي كنضربوها بجوج كتعطينا 3528، صافي. إذا 1764 كنضربها بجوج كتعطينا 3528، 3529 ناقص 3825 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 1. هاد 1 خصني نكتبو بلون مغاير. إذا هنا غيبقى لي 1. غنمشي ندير دابا عاوتاني، غنمشي لهاد العدد هذا، يعني 1 مهم بالنسبة لي، كنمشي لهاد العدد هذا اللي هو 1764، علاش كنقسمو؟ كنقسمو على جوج. 1764 قسمة على جوج، شوفو شحال غتعطينا، عطاتنا 882، كنجي من هنا كنكتب 882، إلا ضربت 882 في جوج كتعطيني 1764، 1764 إلا قسمتها على 1764 شحال كتعطيني؟ زيرو. إلا حتى هاد العدد مهم بالنسبة لي، إلا حنا نشوفو فاش مهم. عندي عاوتاني 882 قسمة على جوج، صافي. إذا عطاني 441 في جوج، إذا 882 كنقسم على جوج عطاني 441، 441 كنضربها بجوج كتعطيني 882، إذا هنا الخارج كيخرج هو زيرو، حيت 882 ناقص 882 هي زيرو. 441 قسمة على جوج شحال كتعطيني؟ 441 على جوج كتعطينا 220.5. إذا هنا عندي العين 220، 220 في جوج هي 440، 440 441 ناقص 440 شحال كيبقى؟ 1. 220 قسمة على جوج شحال عطاني؟ 220 على جوج عطاني 110، 110 110 اللي ضربتها بجوج هي 220، 220 ناقص 220 كيبقى 0. 110 قسمة على جوج عطاك شحال؟ 55، صافي. 55 55 في جوج هي 110، يعني 110 ناقص 110 كيبقى هنا زيرو، صافي. عاوتاني 55 قسمو على جوج، نحيدو هادي 55 على جوج شحال هي؟ 55 على جوج يعني هي 25، يعني 27.5. نحسبو 55 على جوج 27.5، عندي لهنايا 27، 27 في جوج شحال كتعطينا؟ 27 جوج كتعطينا 54، هنا تبقى لي واحد. 55 ناقص 54 تبقى لي واحد. 27 عاوتاني نقسم على جوج شحال تبقى لي؟ 27 على جوج كتبقى لي 13.5، يعني عندي هنا 13 جوج 26، 26 27 ناقص 26 كيبقى لي هنا واحد. عاوتاني 13 بغيت نقسم على جوج، 13 على جوج غتعطيني شحال؟ غتعطيني
6.5 اذا هنا نضرب في 6 اوكي اذا غنقسم هذه 13 على 2 غنحسبها هنا وصافي 13 على 2 كما قلت غنحسبها هنا هي كتبتها هنا صافي يعني بحال اللي كنكمل التحسب انت راه تكملت الورقه ديالك 13 على 2 شحال 6 6 في 2 12 و 13 ناقص 12 هي 1 عاوتاني 6 غنجي غنقسمها على 2 صافي 6 غنقسمها على 2 فهنا 6 على 2 3 3 في 2 6 يعني الباقي هنا غيخرج 0 عاوتاني نقسم 3 على 2 3 على 2 شحال هي 3 على 2 1 نضرب هنا بواحد 1 في 2 شحال هي 2 و 2 هنايا يعني 2 3 ناقص 2 غيبقى لي هنا 1 هاد 1 نقسمو على 2 ما كيتقسمش يعني هنا كيخرج لي 0 0 في 2 0 1 ناقص 0 كيبقى 1 يعني الباقي هنا 1 دابا اش كندير كنمشي نجمع من الاسفل للاعلى اذا هذا العدد ا هذا شنو هو ا يمكن يساوي لي ا سيستم بينير انا نبدا من هذا العدد هذا يعني بحال هكا ياك غنكمل بهذا الاعداد هذا فهاد البواقي اللي بغينا نقول صافي يعني هذا العدد اللي هو 3 5 2 9 سيستم ديال السيمات شحال كيساوي لنا عندنا من 1 1 0 1 واحد واحد زيرو زيرو واحد زيرو زيرو واحد إذا نعمل من تما واحد واحد زيرو واحد 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 زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد هذا شنو سيستم بينير طيب إذا أب سيستم بينير شنو هو واحد واحد زيرو واحد 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 زيرو زيرو واحد زيرو زيرو واحد هذيك سيستم بينير اما في سيستم ديسيمال فهو 3 5 2 9 سيستم ديسيمال عاوتاني هذا العدد هذا الا مشيتي حولتيه بهذه الطريقه اللي درنا حولتيه للسيستم ديسيمال غتلقاه هو 3 5 2 9 صافي اذا هكا كنحولوا ماي من ديسيمال لبينير اذا دابا نشوفوا بي نديروا نفس الشيء على بي بي هي 7 8 2 3 4 اذا درت الاعداد كبيره عليها القسمه كتجي لي يعني ما كتسالاش دغيا إذا نشوفو بي دابا بالنسبة للبي بي شنو هو هو سبعة ثمانية جوج أربعة جوج ثلاثة سبعة ثمانية بي سبعة ثمانية جوج ثلاثة أربعة سيستم ديسيمال هنا نحولوه للبناء بنفس الطريقة القسمة سبعة ثمانية جوج ثلاثة أربعة ما خصناش نضبط العدد حيت إلا غلطنا يتخربق منا كلشي نديرو القسمة ديال سبعة ديال 78234 هنايا على اثنان شحال كتعطينا 78234 جوج ثلاثة أربعة جوج ثلاثة أربعة جوج ثلاثة أربعة على اثنان كتعطينا هي 39117 بجوج هي 78234 إذا هنا الباقي كيخرج واحد نزيد ندير القسمة هنا نقسمها على جوج عطيت نقسمها على جوج إذا هذا اللي خرج ليا عاوتاني نقسمو على جوج كنقسمو 3000 كنقسمو 39117 على جوج كتعطينا 1919558.5 نختار أنا عندي هذيك العدد الصحيح اللي هو 19558 من كنضربها في جوج شحال كتعطيني كتعطيني 39116 اذا هنا الباقي يخرج واحد صافي الباقي يخرج واحد هنا واقيلا غلطنا هنا راه غلطنا حيت 39117 39117 غنضربها في جوج كتعطيني هي 78234 هنا زيرو ماشي حيت هادي ملي كنضربها في هادي كتعطيني هادي يعني الخارج كيخرج زيرو هنا هذه اللي كنضربها في هذه كتعطيني 39116 39117 ناقص 39116 كيبقى واحد هذه عاوتاني نقسم على جوج نشوفوا شنو يخرج لنا الا قسمنا على جوج يعني 19000
558 في 7 جوج قاش عطاك 9773 779 كنضربها في جوج شحال كتعطيني هي 19558 اذا الباقي كيخرج الزيرو عاوتاني هذه نقسمها على جوج 9779 نقسمها على جوج كتعطيني 4889.5 يعني عندي 4889 4883 بجوج كتعطيني 9778 9779 ناقص 7772 كتبقى لي هنا الباقي واحد عاوتاني غادي نقسم على جوج هاد 4889 نقسم على جوج كتعطيني هي 2444.5 إذن عندي هي 2444 مي كنضرب جوج في 2444 كتعطيني 4888 4889 ناقص 4888 كتعطيني واحد يعني الباقي كيبقى واحد هادي عاوتاني نقسم على جوج 2444 على جوج كتعطيني 1222 1222 كنضربها بجوج كتعطيني 2444 إذا الباقي كيخرج زيرو عاوتاني هذا نقسم على جوج 1222 نقسمو على جوج كتعطيني 611 611 بجوج هي 1222 إذا الباقي كيخرج هنا زيرو عاوتاني ندير القسمة ديال 622 على جوج نديرها 611 على جوج ثم يقدر تكون العدد صغير صافي 611 على جوج كتخرج هي 305.5 إذا عندنا ناخذ هي 305 305 بجوج هي 610 إذا 611 ناقص 610 تعطيني واحد الباقي غادي نقسم على جوج يعني 305 على جوج كتعطيني 152.5 عندي 152 152 في جوج كتعطيني 304 305 ناقص 304 كيبقى الباقي واحد 152 قسم على جوج 152 على جوج كتعطيني 76 76 في جوج هي 152 152 ناقص 152 الباقي زيرو نزيد نقسم هذه على جوج 76 على جوج كتعطيني 830 صافي كتعطيني 830 والباقي زيرو حيت 830 في جوج كتساوي لنا 76 عاوتاني هاد 830 نزيد ندير لها قسمة على جوج هنا المساحة وصافي 830 على جوج شحال هي 830 على جوج 830 على جوج كتعطينا 19 عاوتاني 19 والباقي زيرو 19 نقسمو على جوج شحال هي 19 على جوج كتعطينا هي 9.5 إذا هنا عندي 9 9 بجوج 18 19 ناقص 18 كيبقى واحد 9 على جوج هي 4.5 صار 4 بجوج 8 9 ناقص 8 كيبقى واحد 4 على جوج يعني نخسر جوج صافي جوج في جوج 4 4 ناقص 4 كيبقى الباقي زيرو صافي وجوج على جوج شحال هي جوج على جوج كنخسر واحد صافي واحد في جوج هو جوج يعني الباقي زيرو واحد على جوج يعني كيبقى لنا هنا الخارج زيرو والباقي يبقى هو واحد اذا الا بغيت انا المكافئ ديال هذا في البينير شغيكون عندنا من هنا وانا طالع ياك نختار هاد المواقع كاملين واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو وعنجي من هنا زيرو زيرو واحد واحد وعنجي من هنا نكمل بهاد الاعداد هذا حيت هذا عندي عدد كبير اللي هو شنو 0011010 صافي اذا شوفوا هذا الشيء هذا غادي نبداو اذا لا بغينا نكتبوا المكافئ ديالو ولا بعفوا المكافئ ديالو في البينير شنو هو ابدا من هنا واحد يعني ما تنساش هذا الواحد هذا حيت انا غادي نضرب جوج في 0 0 1 ناقص 0 كيبقى واحد يعني 1001 1001 1 0 نجي من هنا عاوتاني
ياك فين عنجيب حيت حنا طالعين ياك 38 دان 38 على جوج درنا 38 على جوج ولا مدرناش باش نفهمو مزيان تما بحال اللي كملنا شنو بحال اللي كملنا نيشان عنجيب من هنا طالعين حيت نتا جيت في الفلور لقيتها هكا وحده غطلعت لها وحده يعني باش تجمعو اذا كنبداو بهادو كنكملو بهادو اذا هادو ها هما كتبناهم 1 0 0 1 1 0 غنجيو من هنا 0 0 1 1 صافي 0 0 1 1 دابا عاد نجي لهادو نكمل 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 صافي هادي في السيستيم بيني نحسبو شحال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 اذا نسينا تاع عنصر اذا هذا العدد اللي هو 7 8 2 3 4 في الديسيمال شحال كيساوي لنا في البينير هو 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 صافي اذا هكا كنحولوا معي من الديسيمال للبينير او من واحد جوج امثله هادو غتخدموا عليهم نتوما تقدر يعطيكم يعني البروف دي دي يعطيك شي اعداد صغيره غتخدم عليها دغيا صافي حنا خدمنا دابا اعداد كبيره مع راسي تخدم اعداد كبيره غتخدم الاعداد الصغيره يعني بواحد السهولة اذا دابا كنكونوا عرفنا كيفاش نحولوا معي من الديسيمال للبينير ومن البينير للديسيمال راه عرفناها قبل إذن دابا بقاو لنا واحد جوج غادي تخرجوهم هما شنو هما هاد جوج هما السي و دي السي هي زيرو و لي تخرج هاد لي كونكلي كومونتير و تخيل تكتب هاد جوج طويلة بزاف راه بغيتي تكتب 0 5 4 سعود جوج واحد سعود جوج واحد صافي ديسيمال ما تنساش هاد الزيرو هادو راه هاد الزيرو راه ما عندو حتى معنى حيت هو في البداية بالنسبة للدي شنو هي دي هي 4 2 1 0 5 4 4 2 1 0 5 4 فين هاد الشيء هذا ديسيمال حنا نحولو للبينير اذا حسب السي حولو للبينير حسب الدي حولو للبينير بنفس الطريقه اللي خدمنا هنايا يعني كتبقى تقسم على جوج تقسم على جوج تقسم على جوج مره كيخرج لك الباقي واحد مره يخرج لك الباقي زيرو مره يخرج لك الباقي واحد مره يخرج لك الباقي زيرو صافي اذا نشوفو حصه كبيره مع التمرين رقم 8 بالنسبة للكوداج